امبارح كلنا تابعنا مباراه امبارح بين مصر وكرواتيا، بطوله كاس عاصمه مصر. هي تجربه مهمه للمنتخب بقياده الكابتن حسام حسن، تجربه للاحتكاك مع المنتخبات القويه زي كرواتيا واكتشاف عناصر جديده وعلاج الثغرات اللي ظهرت في مباراه النهائي امبارح. خلينا نتكلم النهارده عن المكتسبات، الدروس المستفاده. ما هي اهم مكتسبات مشاركتنا في هذه البطوله؟ منتخبنا استفاد ايه؟ كابتن حسام حسن أيضا استفاد إيه؟ بصحبتنا الأستاذ خالد الكيلاني، الناقد الرياضي، رئيس قسم الرياضة في موقع مبتدأ. صباح الخير يا أستاذ خالد. صباح الخير لحضرتك وكل المشاهدين. بالتأكيد هناك يعني مجموعة من المكتسبات والدروس المستفادة للمنتخب المصري والكابتن حسام حسن بعد المشاركة في هذه البطولة، لو نعددها 1 2 3 4. وخلينا يعني خلينا زي ما حضرتك بتقول ان في مكتسبات كتير في ماتشات. احنا صحيح الماتش ده ما كسبتش الماتش، ولكن انت كسبت من المباراه. يعني في مباريات انت بتكسبها وفي مباريات بتكسب منها كتير جدا. البطوله بشكل عام فيها مكتسبات فنيه ومكتسبات للعيبه ومكتسبات لكابتن حسام ومكتسبات للرياضه المصريه بشكل عام. عايزين نوضح للناس بس بعض الفروق. مدرب كرواتيا ماسك المنتخب ده بقاله 7 سنين، كابتن حسام في خلال اسبوعين نقدر نقول انه عمل شغل كبير جدا مع المنتخب الوطني. المنتخب كان يقدر يلعب بشكل متحفظ قدام منتخب بحجم كرواتيا. احنا بنتكلم عن منتخب بيكسب منتخبات كبيره، منتخب وسيط العالم، منتخب في التصنيف العالمي. فالمنتخب كان يقدر يلعب بشكل متحفظ وكان يقدر يوصل لركلات الترجيح زي ما المنتخب التونسي عمل مثلا. ولكن الاكبر المكتسبات اللي كسبها المنتخب تحت قياده كابتن حسام في بطوله زي دي هي الجرأة واللعب بمنتهى القوة قدام المنتخبات الكبيرة. النت بالنت، استعادة الروح الشخصية للمنتخب المصري اللي كانت غايبة لفترات كبيرة جدا. طيب ايه هي بقى الثغرات اللي يمكن شفتها عند المنتخب عندنا امبارح؟ والله هي هنرجع نقول ان هي للاسف هي نفس المشكلات اللي موجوده بقى لها فتره كبيره. يعني احنا لو شفنا الشكل الهجومي للمنتخب المصري بقى يعني شكله حلو جدا وشكله كويس جدا وفي في شغل فني اتعمل فيه. أهم نقطة الكرات الثابتة، الكرات الثابتة هي نقطة إيجابية للمنتخب وهي نقطة ضعف المنتخب في الوقت ذاته. يعني شفنا امبارح الهدف الأول جه من ضربة ثابتة، الهدف الثاني للمنتخب المصري جه من ضربة ثابتة، بقى في جمل بتتلعب، في حاجة بتتعمل وشكل خططي بيتعمل في الضربة الثابتة. الناحية الثانية أكبر أزمات المنتخب المصري هو الشق الدفاعي، خاصة التمركزات الدفاعية في الضربات الثابتة، التغطيات العكسية وتعامل حراس المرمى مع الضربات الثابته مشكله كبيره جدا. لكن خلينا نقول ان كابتن حسام حسن كان عنده وقت قليل جدا وهو فضل يشتغل على الضربات الثابته هجوميا، لان خلينا نوضح للناس ان التشكيل الهجومي اللي كان موجود في المعسكر الحالي بنسبه كبيره جدا هو ده التشكيل الاساسي للمنتخب المصري. يعني هو يمكن يفتقد بس كابتن محمد صلاح باستثناء كده، هو التشكيل الاساسي للمنتخب المصري. على الجنب الثاني ما نقدرش نقول التشكيل الدفاعي اللي موجود اللي كان موجود في المعسكر ده هو ده التشكيل الدفاعي الاساسي. فلو اشتغل لو كابتن حسام اشتغل في المعسكر ده في الوقت القليل ده على الشق الدفاعي وعلى تحسين الحاله الدفاعيه نقدر نقول انه كان هيبقى طبيعي وقت. فهو عمل الحاجه المطلوبه منه في المعسكر ده، ادى دفع للعيبه، احتك بمنتخبات كبيره وكان عنده الجرأه انه يعمل ده. ما لعبناش بقى ما حاولش يخوض تجربه بسيطه مقارنه بالوقت اللي هو خده علشان يشتغل مع اللعيبه. لسه فتره كبيره ولسه يعني هيبقى قدامه وقت كبير يعمل شغل كبير مع اللعيبه ان شاء الله. لكن احنا كويس ان احنا قدرنا نعرف ايه هي النقاط السلبيه اللي عندنا عشان نقدر نشتغل عليها في الجاي. اكيد طبعا اكيد. لا التجربه ناجحه بكل المقاييس والمنتخب ظهر بشكل كويس جدا. في الاخر انت خسران من كرواتيا 4-2، انت جبت جوال في منتخب زي كرواتيا، لعبت كوره كويس جدا، المنتخب ما كانش بيلعب بصوره منتخب ضعيف قدام منتخب قوي، بالعكس كان الند بالند كان بعض التفاصيل الصغيره بتفرق كتير يعني في مباراه زي دي. طب الناس برضو عايزه يعني نقول لها او نعيد تذكيرها او نقول من هو منتخب كرواتيا اللي لعب قدامه منتخب مصر بهذه النديه برضو حتى نكون منصفين، وان كان هذا المنتخب قد فاز علينا 4-2. لا احنا بنتكلم عن منتخب، احنا لسه بنقول منتخب وسيط العالم، منتخب كل سنه يعني خليني اقول للناس بس ان الجيل ده يعتبر الجيل الذهبي لمنتخب كرواتيا. يعني منتخب كرواتيا على مدار تاريخه ما كانش ليه سمعته الكبيره دي غير مرتين تقريبا في 98 99، والجيل الحالي اللي هو كل سنه في كاس العالم اللي هو وصيف
مونديال 2018 اللي هو ثالث العالم في كاس العالم الاخير. يعني احنا بنتكلم ان اخر كاس اخر مونديال 2022 منتخب كرواتيا اللي احنا لعبناه بمنتهى الجديه ده هو ثالث العالم. منتخب بيكسب منتخبات كبيره جدا لعبته، احنا لو بنعد لعبته هنعد لعيبه من مانشستر سيتي زي كافازيتش، هنعد لعيبه من ريال مدريد زي لوكا مودريتش، احنا بنتكلم عن لعيبه كبيره جدا بتلعب في اكبر الانديه الاوروبيه، بتلعب كره على مستوى عالي طول الوقت. فلا الاداء اللي اتعمل ده اداء كبير وجراه كبيره جدا جدا من الجهاز الفني ان هو ياخد خطوه زي دي ويلعب في بطوله زي دي قدام منتخبات كبيره بهذا الحجم. الفتره اللي فاتت على السنين اللي فاتت يمكن مع مديرين فنيين تانيين، عاده لما يجي مدير فني في اول ولايته كده لازم يعني هيبقى دايما خايف يخوض تجربه ضخمه زي دي، هيبقى دايما متحسس طريقه وعايز يلعب مع منتخبات نوعا ما نلعب مع منتخبات افريقيه مستوياتهم عارفينها واحنا افضل منهم بالتاريخ والفن وكل حاجه. طيب من وجهه نظرك يعني خلينا نقول مع نهايه البطوله ايه الدروس المستفاده من هذه البطوله؟ الدروس المستفاده اولا ان انت لازم تحتك بالمدرسه الاوروبيه كتير جدا، لان ده احنا استفدنا في مبارتين بس اللي ما استفدناهوش في سنين طويله، فلازم نحتك بالمدرسه الاوروبيه اكتر، لازم يكون في مناسبات وديه اكتر، وده ان شاء الله هيتم. يعني احنا البطوله المره دي واللي حصل والمشهد المبهر والملعب الرائع ده والاداء الجميل والاجواء اللي ظهرت قدام العالم دي اكيد اكيد هتخلي ده تكرر. مفيش منتخب اوروبي بعد كده انت هتطلب تلعبه وهيفكر مرتين، ده هتبقى فرصه ليه ان هو يجي يلعب في مكان زي ده وفي ملعب زي ده. فاحنا محتاجين نحتك بالمدرسه الاوروبيه اكتر، محتاجين نخرج من اطار الكره الافريقيه اكتر، علشان بعد كده بقى الناس عندها طموح مختلف. الناس كان طموحها ان احنا نصعد كاس عالم، فاحنا صعدنا كاس عالم فعلا في 2018، فبقى طموح الناس ان انا عايز اروح العب كويس بقى في كاس العالم واظهر بحاجه واظهر بشكل قوي. فانت محتاج تعمل ده ومحتاج تكون جاهز للمستويات اللي انت هتقابلها في المونديال ان شاء الله. صحيح. طيب يعني خلينا نقول ان كلنا عارفين ان تدريب المنتخبات مش زي تدريب الفرق والانديه، تدريب المنتخبات كل فتره بياخد وقت. كابتن حسام حسن عمل يعني مجهود والمجهود ربما ظهر في هذه البطوله. طيب تفتكر بقى لما نيجي نتكلم بشكل رسمي بوركينا فاسو عندنا معاه مباراه رسميه، هل تعتقد ان هو هيكون بنفس هذا الايقاع، استفاد من كل الدروس، قدر ان هو يعمل الكيمياء المطلوبه ما بين كل اللاعبين في الملعب؟ كابتن حسام دايما مدرب ذكي جدا ودايما قريب من اللعيبه، ودي اهم حاجه هقول لحضرتك. يعني لما يكون مدرب انديه اللعيبه بتتعامل مع بعض كل يوم، فبتكون اللعيبه اقرب لبعض من قربهم للمدرب. اما في مدربين المنتخبات لازم جدا يكون المدرب على تواصل دائم مع اللعيبه بتاعته وعنده مسافه قرب كبيره من اللعيبه بتاعته، لانهم ما بيتقابلوش غير كل فين وفين. صحيح. فلازم لما يتقابلوا تاني يكونوا واقفين عند نفس الحته اللي سابوا بعض من عندها، يعني من اخر معسكر هم واقفين عند نفس المسافه دي، علشان يبقى سهل ان التعليمات توصل ويبقى سهل ان هو الشغل الفني اللي هيعمله في وقت قليل ده يوصل للعيبه. واعتقد كابتن حسام من المدربين اللي عندهم الحته دي جدا واللعيبه قريبه منهم جدا، وشفنا ده امبارح في اللعيب اللي خارج بيستبدل مصطفى محمد واثناء استبداله كان بيعتذر لكابتن حسام، مش بيعتذر له على تعليمات ثانيه، هو بيعتذر له ان احنا ما قدرناش نعمل اللي كنا عايزين نعمله في المباراه. فشفنا ده وشفنا الروح الجميله دي، واعتقد كابتن حسام هيقدر يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس جدا. يعني هو يمكن الناس كانت في اول ما تولى المهمه كانت بتتكلم على ان هو في الجانب التعاون مع اللعيبه والجانب الحماسي والجانب النفسي هو شاطر جدا، وكانوا متخوفين من الجانب الفني، ولكن هو اظهر ان هو كمان ان شاء الله على الجانب الفني عنده امكانيات كبيره جدا جدا. على كل حال احنا متفائلين خير ان شاء الله بكابتن حسام حسن، وان شاء الله القادم هو افضل. بنشكرك الاستاذ خالد كيلاني الناقد الرياضي رئيس قسم الرياضه بموقع مبتدا، كل الشكر ليك.